ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هنراجع مع بعض بيب 2، هنراجع تمبورال ريباتيونن، تمام؟ حروف الجر الزمنيه. كلكم سامعيني كويس؟ يا شباب سامعيني؟ يا مستر. طيب تمام يا رب. نبدأ بقى مع بعض نراجع تمبورالي بريباتسيونين. إيه هي تمبورالي بريباتسيونين؟ اللي هي حروف الجر بس تمبورالي يعني زمنية. تمبورالي بريباتسيونين يعني إيه بريباتسيونين؟ يعني حروف الجر. بس تمبوالي يعني الزمنية. تمبوالي يعني الزمنية. يعني ايه؟ يعني هي في حروف جر زمنية وفي حروف جر مكانية. تمبوالي يعني جاية من تمبوال تقريبا بالانجلش حتى، ان هي زمن او زمنية. بريباتسيونين اللي هي حروف الجر. طيب ايه هي حروف الجر؟ قبل ما اسأل على حروف الجر، انا عايز اعرف حاجة، امتى استخدم حروف الجر ديت وايه الفرق ما بينهم؟ تمام. طيب دلوقتي انا بسأل مثلا احمد، بقول له يا احمد امتى بتروح المدرسه، امتى بتروح المصيف، امتى بتذهب الى النادي، امتى ماتش الكوره، امتى. يبقى كل سؤالنا عن حروف الجر الزمنيه بمتى. يعني ايه متى؟ فان. يعني ايه متى؟ فان. يعني معنى كده يا هي كل حروف الجر الزمنيه اللي جايه ديت كلها بسأل عنها في فان؟ كلها بسأل عنها في فان. طب اديني سؤال. فان شبيلست دو فوسبال، بيقول لي لحضرتك انت متى بتلعب انت كوره، امتى بتلعب كوره. انا ما عنديش مشكله في السؤال، بس اهم حاجه دلوقتي ان انا استفدت ان انا بسال بفان. دي اول استفاده عن حروف الجر الزمنيه، اول حاجه بسال عنها بفان. طيب لما يسالني بفان من غير ما افكر، لازم الاقي في الاجابه شويه ادوات كلهم بمعنى فيه. كلهم بمعنى فيه. زي ايه مثلا؟ زي ام وام وام، كل دول بمعنى فيه. التلاته بمعنى فيه. التلاته بمعنى فيه. في، بس خلي بالك مش في مكان، لان في للمكان، انا في المدرسه، وفي في زمن، في الساعه 7، في الصباح، في شهر مايو. اتفقنا؟ يبقى ده في زمن. حتى الدرس اسمه تيمبوراليه بريباتسيون، ان اللي هي حروف الجر الزمنيه. اكيد في مش بمعنى مكان. طيب اتفقنا ان انا اسال بمتى، هتجاوبني يا اما ايم او ام او ام، وهناخد حاجه تانية بس نبدا بدول المبدئيه. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الفرق في حاجه واحده، اللي بيجي وراها. ما هو كله هيجي ورا زمن، ماشي تمام، انا متفق معاكم ان كله هيجي ورا زمن، بس الفرق الوحيد ان في ايام وفي ساعات وفي شهور وفي جزء من اليوم. كل ده هستخدم اي حاجه؟ قال لك لا، ركز معايا. اول حاجه ام، ناخد اسهلهم. أم بيجي وراها أور. يعني إيه أور؟ يعني ساعة. يعني حضرتك بتسألني فانش بيليست دو فوسبال، أنا أرد على سيادتك وأقول لك إيش شبيل فوسبال أم أخت أور. استخدمت أم أهي في الساعة 8 أو الساعة 8، يعني الساعة 8. هو عايز يقول لحضرتك أنا بلعب كورة الساعة 8 في. يبقى أم. دي أول أداة عندنا. تاني من الأول، يبقى أنا بسأل عن حروف الجر الزمنية فان، أجاوب يا إما بإيم أو أم أو أم مبدئيا. أول حاجة أم، بيجي ورا ساعة بس. تمام ماشي شكرا. اللي بعديها أم. أم بيجي ورا إيه؟ أم بيجي ورا فوخن تاجة. إيه فوخن تاجة ديت؟
يعني فوخ اسبوع، ويعني تاج يوم، وتاج ايام، تبقى ايام الاسبوع. تاني اول حاجه بتيجي وراها ام، بيجي وراها فوخن تاج، بيجي وراها فوخن تاج. زي ايه فوخن تاج؟ قول لي مثال. حاضر اقول لك ام زامستاج جيت علي انت كين. طب فكرني بيها كده بسرعة، ايه هي ايام الاسبوع؟ زامستاج، زونتاج، مونتاج، دينستاج، ميدفوخ، دونستاج، فرايتاج. تاني زامستاج، زونتاج، مونتاج، دينستاج، ميدفوخ، دونستاج، فرايتاج. دي ايام الاسبوع. ماشي، ده واحد. اتنين ايه تاني؟ بيجي ورا ام برضه. ايه تاني؟ تاجس تايتن. ايه هي تاجس تايتن؟ يعني تاج يوم، ويعني تايت وقت، بس هو قصده حضرتك هنا اجزاء او اوقات اليوم. تاني اول حاجه بتيجي ورا ام قلنا الفوخن تاج، تاني حاجه بتيجي ورا ام تاجس تسايتن. ايه هي التاجس تسايتن؟ اجزاء او اوقات اليوم. هو اليوم ليه اجزاء؟ مش حضرتك بتقول في الصباح يعني الصبح مورجن، يعني المساء ابند. طيب دلوقتي عند حضرتك في حاجه اسمها الظهر، يعني ايه الظهر؟ ميت تاج. ونخلي بالنا في فرق ما بين ميت فوخ يعني الاربع، وميت تاج يعني الظهر. جاي من ميت تاج حاجتين، عايز اقول واحد بيقول لي انا هقابلك قبل الظهر، يعني ايه قبل الظهر؟ فور ميت تاج، استخدمت نفس الكلمه اللي هي ميت تاج برضه بس بقت فور. طب لو انا هقابلك بعد الظهر ناخ ميت تاج. تاني موجن ابند ميت تاج فور ميت تاج ناخ ميت تاج. طيب اكمل. ام بيجي وراها الفوخن تاج، ام بيجي وراها تاجس تسايتن. زي ما اقول لحضرتك مثلا ام ابند spiele ich Tennis. تمام؟ طيب هقول اللي انا قلته تاني. ام بيجي وراها فوخن تاجي، وام بيجي وراها تاجس تسايتن. يعني ايه فوخن تاجي؟ ايام الاسبوع. ويعني ايه تاجس تسايتن؟ اجزاء اليوم. زي ايه ايام الاسبوع؟ زامستاج، زونتاج، مونتاج، دينستاج، ميد فوخ، دونستاج، فرايتاج. طيب زي ما اقول ام زامستاج جيت علي انت كينو. طب تاجس تسايتن زي موجن ابند ميت تاج فور ميت تاج ناخ ميت تاج. اقول لك ام ابند شبيلي ايش تنس. طيب في حاجات تانية بتيجي ورا ام؟ لسه في حاجات تانية بتيجي ورا ام. زي ايه؟ فضل حاجتين. ام بيجي وراها الفوخن اند. يعني ايه الفوخن اند؟ يعني فوخ اسبوع، واند نهايه، اللي هي الويك اند. فوخن اند اللي هي الويك اند، عضله نهايه الاسبوع. يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا ام فوخن اند جيت علي او احمد انس كينو، استخدمت معاها ايه؟ ام فوخن اند. تاني يبقى ام بيجي وراها ايام الاسبوع، وبيجي وراها اجزاء اليوم، وبيجي وراها الفوخن اند اللي هو الويك اند. طب فاضل حاجه اخيره الام، ايه هي؟ الداتوم. يعني ايه الداتوم؟ بناخدها في الانجليش التاريخ. جدع. الدي داتوم يعني الديت، التاريخ. اجي اقول لحضرتك مثلا ام سين سين 2010، واكمل بقيت اي حاجه بس مش هينفع.
بلاش فايت نخليها war ich in Berlin. انا كنت في برلين. Then, am 10/10/2010 war ich in Berlin. طيب تاني قول لي ام بيجي وراها ايه؟ اربع حاجات بيجي وراها ايام الاسبوع، اجزاء اليوم، الفوخن اند، الداتوم، ايام الاسبوع، اجزاء اليوم، عطله نهايه الاسبوع، والتواريخ. خلاص تمام اتفقنا. ام بقى بتيجي وراها ايه؟ احنا اتفقنا وكنا حافظينها بطريقه كده سهله وبسيطه. الشهر بيكون فصل والفصول بتكون سنة، يبقى بيجي وراهم ثلاث حاجات: شهور مناطن وفصول، فصول السنة طبعا اللي هي يارس تايتن، وكلمة يارف. شكرا. مين بيتكلم؟ مين بيسأل؟ طيب الشهور اللي هي المناطن، فصول ياس تسايتن، وكلمة يا. طيب تعال نشوف لما اجي اقول لحضرتك مثلا ام ماي في مايو فار ايش ناخ دويتشلاند، في مايو هسافر لألمانيا. طيب عايز اقول لحضرتك مثلا في الصيف اقول لك ايم مفصول السنه زومر فينتر هيربست فولينج، زومر فينتر هيربست فولينج. اقول لحضرتك مثلا ايم زومر في الصيف فارن فير ناخ اليكس، كلنا بنسافر او احنا بنسافر الى الاسكندريه. خلاص وطبعا كلمه يار اما اجي اقول لحضرتك مثلا ام يار 2010 مثلا في 2010 في سنه كذا فار ايش ان برلين، كنت في برلين. حد مش فاهم؟ كله تمام معايا؟ مستر نعم مستر. سأل. طب دلوقتي مش المفروض السنة تبقى مع أم؟ لا ما تلخبطش ما بين دي أو دي. بص أنا هنا قلت تاريخ يوم شهر سنة ولا قلت سنة بس؟ وعندك كلمة يار. سنة بس. حلو، أي حاجة فيها كلمة يار أنا باخد معها إيم، لكن يوم شهر سنة ده اسمه داتوم، يعني ديت، تاريخ زي اللي احنا بنكتبه على البورد كده في كلاس. تمام؟ أوكي تمام. يبقى أي حاجة فيها يوم شهر سنة أم. طب لو لقيت كلمة يارت 5010 يارت 5011 أيا يكن، أيا يكن تاريخ السنة، لقيت كلمة يار وراها سنة تبقى إيم على طول. تمام طيب. تعال نشوف الكلام ده. قال لي أم زي تاجز تسايتن، وكتب لي تاجز تسايتن مورجن صباح، ميت تاج الظهر، ويجي منها فور ميتاج وناخ ميتاج وابند يعني المساء. طب في حد هيسالني سؤال محدد، ليه كلمه نخت ما اتقالتش؟ هقول له عشان نخت ما بتجيش مع ام، نخت ما تجيش معها ام خالص، ليها اداه كده هناخدها دلوقتي. متفقين؟ تمام. الفوخن تاج ايام الاسبوع، زامستاج، زونتاج، مونتاج، دينستاج، ميتفوخ، دونستاج، فايتاج، والداتوم يعني التواريخ. طيب والفوخن اند اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. طب في حاجة خدنا أم طبعا بيجوا الساعة، في أداة تانية؟ آه في أدوات تانية، مش أداة تانية ما عنديش مشكلة، زي مثلا لو أقول اندير. فاكر من ثانيتين كنت بقول لك إن نخت ما تجيش مع أم ليه؟ لأن إنديار بيجي وراها ثلاث كلمات منهم نخت. إنديار نخت، نخت يعني ليلة، شتوندر يعني ساعة، وإنديار فوخر، فوخر يعني أسبوع.
ودي برضه معناها في. كلهم بمعنى في حتى الآن؟ آه كلهم بمعنى في. خلاص؟ طيب عندي يعني أداة واحدة. مين اللي بيسأل؟ يتكلم. يعني نخت ما بتجيش مع ام، صح؟ نخت ما تجيش مع أمر، لا. أنا في التاجزت سايتين قلت لك مورجن، أبند، ميت تاج، فور ميت تاج، نخ ميت تاج. كان في وقت واحد بس في اليوم ما قلتش مع أمر، اللي هو إيه؟ نخت. ما هو نخت من ضمن يعتبر من أجزاء اليوم، بس ما تجيش مع أمر. تيجي مع إنديرا، أقول لك إنديرا نخت مثلا، شلافي إيش. ماشي يا علي؟ مستر اسأل. هير. تمام. مين اللي بيقول يا هير؟ طب دلوقتي انا لمار. ماشي يا لمار، يلا. طب دلوقتي مع اندير بيجي الساعة ومع ام بيجي الساعة، طب احنا نحط مع ده امتى أنا وده ما قلتش امتى؟ ساعة، أنا قلت كلمة شتوندة، هي الكلمة نفسها. يعني كلمة يعني لما ساعة. ألاقي كلمة شتوندة ما ينفعش أحط لا إيم ولا أم، أحط إنديرا على طول. اوكي تمام؟ أليس جود؟ تمام. تمام. اوكي أليس جود. ماشي. طيب فون بس، يعني ايه فون بس؟ من الى او حتى، يعني انا عايز اقول لحضرتك انا بروح المدرسه من الساعه كذا لحد الساعه كذا. اولا احنا متفقين ان كل الادوات دي بسال عنها فان، صح ولا غلط؟ صح. تمام. فون بس برضه بسأل عنها الظن، ما هي تبع الأدوات، تبع حروف الجر الزمنية. ماشي. ليها أداة تانية، عايز أقول للواحد يعني ممكن أقول له أنت بتروح المدرسة، فهو يقول لي من الساعة كذا للساعة كذا. طب عايز أقول له من إمتى لإمتى، عايز دخلت على محل، فبقول له من إمتى لإمتى أنتوا فاتحين، فاتحين لحد الساعة كام، من إمتى لإمتى، هسألها له إزاي. اسمها فون فان بيس فان، من امتى لامتى؟ فون فان بيز فان. يعني ينفع اسال بفان وينفع اسال بفون فان بيز فان؟ يا جنا بالظبط. اقول لحضرتك فون فان بيز فان شبيلست دو تنس. بتلعب تنس من الساعه كام لحد الساعه كام؟ فون من مثلا 8 اور بس 10 اور، من كذا لحد كذا، اي وقت انت عايز تحطه من الى، ما عنديش فيها مشكله. في حد مش فاهم؟ في حد مش فاهم؟ طيب كده احنا خلصنا الادوات، تعال او حروف الجر الزمنيه يعني، تعال نقولهم تاني. ملخص اللي انا قلته بسرعه، فان بسال بفان عن تمبورالي بريباتسيونين. يعني ايه تمبورالي بريباتسيونين؟ يعني ايه بريباتسيونين؟ قلنا حروف جر، يعني ايه تمبورالي؟ زمنيه، لان في حروف جر مكانيه ماشي مالناش دعوه بيها، مش علينا. ماشي. تمبورالي بريباتسيونين يعني حروف الجر الزمنيه، الفراغ بتاعها بيبقى بايه؟ ايه الفورتر بوخ؟ ايه الفورتر اللي انا بسال، الفراغ فورتر اللي انا بسال عنها، ايه الفراج فورتال اللي انا بسال عنها؟ فان. فراج فورتال اللي هو اداه الاستفهام، ايه هي اداه الاستفهام اللي انا بسال بيها؟ فان. حلو. بجاوب بايه؟ ايم، ام، ام، فون، بس، او اندير. ناخدهم واحده واحده. ام بيجي وراها الاور، الساعه. ايم بيجي وراها ياس سايتن، فصول السنه، مناطن، الشهور، بيجي وراها كلمه يار. طب ام بيجي وراها تاجس سايتن او الفوخن تاجي او الداتوم او الفوخن اندي. اندي بيجي وراها اقول اندي نخت، اندي شتوندي، اندي فوخن. فون بس انت الاداه اللي انت عايز تقولها او حرف الجر دوت بيجي في النص، من كذا لحد الساعه كذا. انا كنت في المدرسه، انا كنت في الملعب، انا كنت في الماتش، من الساعه كذا لحد الساعه كذا، ما عنديش اي مشكله. الاداه الوحيد او حرف الجر الوحيد اللي بسال عنه باتنين فراج فورتر، ايه هي؟ فون بس. كلهم ينفع معاهم فان، وحتى فون بس ينفع مع فان، بس ليها واحده ثانيه بتساعدها. ايه هي؟ فون فان بيس فان. اجي اوصل لحضرتك اقول لك فون فان بيس فان شبيلست دو تنس. فون مثلا زيبن اور بيس تين اور، زي ما هو مكتوب عندي. حد عنده سؤال؟
لماو لينا. حازم عندك سؤال؟ طيب ممكن تعيدها يا مستر نفس الجزئية؟ أنا جزئية آخر حتة دي اللي هي بتاعت فون بس براحة بمنتهى الهدوء، يعني ايه فون ويعني ايه بس؟ طيب فون يعني من، بس يعني إلى أو حتى. خلاص معايا حازم؟ طيب كلهم يا حازم بسأل عنهم بفان، اجي اقول لك فان شبيلس دو فوسبال، امتى بتلعب كوره؟ او نفس السؤال بتاعي تانية، شيل فان واجي اقول لك فون فان من امتى؟ مش انت ساعات بتيجي تسأل علي وتقول له من امتى لامتى بتلعب كوره؟ فون فان بيس فان. فون فان بيس فان شبيلس دو فوسبال لو كملها عادي، يبقى انا سألت يا اما فان يا اما فون فان بيس فان وكملت السؤال عادي، يعني كل دي اداه. فون فان بيس فان كانك بتقول فان بالظبط، الاثنين واحد. خلاص طب هو سألني فون فان بس فان شبيلس دو فوسبال، لازم اجاوب بفون بس. يعني ايه فون؟ عايز اقول له فون زيبن اور من الساعه 7 بس سين اور لحد الساعه 10. مفهومه؟ عيد تاني حازم اللي كان بيسال، عيد تاني. لا شكرا. تمام ناخد بالظبط 4 اختيارات. واحد بيقول نقط منتج فار ايش ناخ دايشلاند يوم الاثنين ايه؟ صح جدع. مين اللي جاوب؟ لامار. جدع لامار. طيب شكرا مس. عفوا. السؤال رقم 8 نمرة 8 فينتا فاري ايش ناخ اسوان، مين يجاوب؟ ام فينتا. مين اللي جاوب؟ لوجين. جدع لوجين. طيب نمرة 12 احمد اشبيالت نوت زيبن اور ام مين اللي جاوب؟ لامار. تمام جدعين. هيربست نمرة 4 هيربست ماخن ماين إلتان أين رايز، يعني إيه ماخن ماين إلتان أين رايز؟ رايز يعني رحلة وإلتان يعني الوالدين، يبقى ماخن ماين إلتان أين رايز يعني هم بيقوموا برحلة، بيعملوا رحلة من الآخر. في هيربست، هيربست يعني خريف، هيجي معاها إيه؟ إم إم. جدعين شاطرين. في حد مش فاهم اللي أنا قلته؟ لا لا تمام كله تمام؟ طيب عيد تاني اللي أنا قلته بسرعة، لما أسأل بفن أجاوب يا إما بإيم أو أم أو أم، تمام؟ أو إن دير أو فون بس. وأدينا حلنا طبقنا على الدرس. في حد عنده أي سؤال؟ لا تمام اشوفكم على خير ان شاء الله، ربنا معاكم، يلا سلام. تشوس تشوس.